هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن دعم ومتابعة جلالة الملك المفدى كان لها الأثر الكبير في تحقيقه لهذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات الرياضية في شتى الميادين والمجالات. طويل العمر ناصر الذهب أوفى بالوعد، هذه عنوانه من الصبح كان يعني، بس الآن بنقول لك الله يسلمك. الحمد لله على كل حال، مبروك للبحرين، مبروك لجلالة الملك اللي تابعني من البداية إلى هذا الوقت، مو بيوم السباق، من بديت هذه المسيرة وقبلها هو الداعم الأول والأخير، هو اللي شجعني، هو اللي حمسني، هو سر ناصر بن حمد، وهذه النسخة اللي انتم تشوفونها أمامكم أقتدي بها وأشوف كل اللي يعلمني إياه أطبقه على أرض الواقع، ولله الحمد أوفينا بالوعد، وعدنا مملكة البحرين بالذهب ولله الحمد. يعني اذا بتقول لي انا مستوعب اني انا بطل عالم، لا مو مستوعب لحد الان، هذه حقيقه طويل العمر. والله انا ودي اعرف بس كلمات جلاله الملك، سيدي جلاله الملك الى سيدي سمو الشيخ ناصر بهالمناسبه هذه. والله يعني الكلام كثير كان، الكلام راح يرسخ في البال مدى العمر وما راح اشارككم اياه. طويل العمر ناصر بن حمد قبل السباق وناصر بن حمد بعد السباق، ما وجه المقارنه؟ والله اليوم كان يوم مصيري لي، يوم يحول حياتي 180 درجة، يوم ما راح أنساه طول عمري. الألم لحظة والنصر يدوم مدى العمر، فهذا اللي كنت أفكر فيه اليوم. كنت أتألم من البداية، كنت أدفع، لكني كنت أقول أردد حق نفسي الألم لحظة وبتعدي إن شاء الله، لكن هالانتصار وهالفوز راح يدوم مدى العمر وياي، يدوم للبحرين طال عمرك، تاريخ البحرين، تاريخ ناصر بن حمد، كل هذه. طويل عمر لاحظتك انا من النقل اللي كان موجود عندنا من الصبح، الحمد لله السباحه فيري جود، الجري عفوا الدراجات فيري جود، الجري لاحظ عليك كان الارهاق بدا يسيطر عليك يعني. لا بالعكس ابدا، هذه حالتي انت تشوفها اليوم، مرتاح جدا. انا في السباحه ضغطت يعني بالمعقول، لكن الفارق كله سويته بالدراجه، مسكت الصداره وعلموني، قالوا لي ان انت متصدر المركز الاول في فئتي. بدينا ندخل على المحترفات اللي منطلقين قبلنا، ضغطت وايد في السيكل والسرعه كانت جدا عاليه، انا متوقع اسوي 5 ساعات في السيكل، سويت 4 ساعات 40، 20 دقيقه اسرع بالسيكل، جريت 30 كيلو متواصله، كنت امشي على 4.5 4.40 4.5 4.40 طول الدرب، كان في صعود اخف شوي في الصعود ورد مره ثانيه اعوض، كنت يعني مستمر عند النقطه 30 كيلو، باقي 12 كيلو كلموني الربع اللي كانوا ينطروني عند النقطه، لان كان اول ما بديت انا الجري كان المركز الثاني اللي وراي كان يلاحقني بسبع دقائق، فسبع دقائق يعني اي غلطه ممكن يصيدني، فلذلك انا دفعت اول 30 كيلو، عقب 30 كيلو قالوا لي الريال تعب ومشى وبعيد جدا عنك، فاضطريت ان انا العبها سيف يعني اروح بالسليم، فقمت امشي كل نقطه ماي اخذ وقتي ابرد على نفسي واشرب الماي واخذ كل الامور وابرد واطلع مره ثانيه اجري، فنفسيا كنت اعتبر الجري مالي كان من نقطه لنقطه وامشي واخذ وقتي، لان الحمد لله ابتعدت عن المركز. طويل العمر من خلال متابعتنا لك خلال السباق كله في السباحه والجري او الدراجات والجري، لاحظنا بانك انت تحاسب للابطال اللي كانوا يشاركون معك، اليوم تقدمت وتفوقت عليهم طويل العمر، هذا هو انتصار اخر بعد يعني. طبعا لله الحمد، يعني في ناس طبعا اعرفهم شاركت وياهم هالسنين اللي طافت كانوا كلهم يطوفوني، لكن الحمد لله صدتهم. انا دخلت على 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 لستة المحترفين والمحترفات، فاللي كانوا وراي بعيد بديت انا ادخل على حتى البروفيشنالز، فالدفع اللي دفعته كان الحقيقه يعني عالي الخطوره، كان ممكن يصير اي شيء خاصه في الدراجه، ما لعبت سيف، لكن الحمد لله ثمرتها كانت باينه. طويل العمر سؤالنا الاخير، 4 سنوات واللجنه المنظمه تقدمت دعوه الى سمو الشيخ ناصر للمشاركه كضيف شرف في كونه، سمو الشيخ ناصر رفض، قال انا اتاهل بجدارتي، واليوم طبعا اكيد الفوز له طعم وحلاوه ثانيه يعني. صادق، هم دعوني من اول سنه اني اكون مشارك في فئه المشاهير، وهذه انا رفضتها لان كنت ابي اجي الى بطوله العالم بمناي وبجهدي،
أربع سنوات كنت دائما يعني ما أتحبط نفسيا، لكن أوصل إلى مقعد واحد من التأهل وارجع مرة ثانية أثابر وأتدرب وارجع مرة ثانية حول أتأهل وما أتأهل أربع سنوات. السنة اللي تأهلت فيها لله الحمد كان هذا حلمي، بس أتأهل ووصل إلى هذه الجزيرة تغير كل شيء. وعدت جلالة الملك، وعدت الناس، وأمس نزلت قصيدة عشان أحط روحي في ضغط، وقلت لهم أجي وأنا بطل عالم. طويل العمر سمو الشيخ ناصر، من خلال تحقيق هذه البطولة في هذا العام أطلقتم عام الذهب، وأبرز ذهب وبريق الذهب شفناه اليوم الله يسلمك. إذا بتقود بالمثل قود بالمثل، رو الرياضيين عندنا في مملكة البحرين أنك أنت تقود من الأمام، كل شيء ممكن، ما في مستحيل. أنا ماني متفرغ للرياضة، أنا عندي عمل وانشغالات، لكن إذا 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 صار في تمرين أجتهد في التمرين وأعطي 110% دائما. فكل رياضي في مملكة البحرين هذا الفوز باسمهم وهذه الميدالية مبلي أنا، مبلي ناصر محمد، هذه لمملكة البحرين. صحيح. في تكساس سألتك سؤال طويل العمر، أنت الآن مخير بالجواب أو عدم الجواب. سألتك أن إن شاء الله في كونة راح تتأهل وفي نتيجة طيبة إن شاء الله، قلت لي أن السنة كاملة راح أرتاح بعد كونة. أعتقد هذا المطلب يمكن مطلب رياضي بعدم الارتياح ومواصلة تحقيق الإنجازات للبحرين. هو راحة مو باعتزال، بريح، لأن الحقيقة نمط الحياة اللي أنا أخذتها متعبة جدا. أنا ما وعدت من فراغ وما دخلت على المضمون، أنا اشتغلت واجتهدت وبعرق الجبين أحرزت هذا المركز، وكنت أدري أني أنا بفوز لأن الشغل اللي اشتغلته ما كان يشتغله أي أحد ثاني. كل يوم بشكل يومي إذا تمرن أقول هل في أحد يتدرب نفس التدريب أو لا؟ إذا كان الجواب لا، إذا أنا في السليم. إذا كنت أخذ اليوم خفيف أو كنت يعني ما أحضر التمرين فأعرف أن أنا مقصر، لكن ابدا ما قصرت في سفراتي مع جلالة الملك، في ارتباطاتي ويا السفرات دائما ما اتمرن، في الطياره، في السفر، في البيت، اي وقت لازم القى مكان وقت اتمرن، لاني انا وعدتكم، انا ما وعدتك من تكساس. انت لو ترجع في حسابي انا وعدت البحرين بالفوز بكاس العالم من السنه اللي طافت في شهر 9 يوم انا كنت في تشاتنوغا في بطوله العالم للهاب، قلت لهم انا خسرت البطوله، اوعدكم السنه الجايه اني افوز المسافه كامله، والحمد لله على كل حال. بعزيمة وهمام الأبطال خاض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عدة مراحل في سباق الرجل الحديدي إلى أن توج بلقب بطل العالم للرجل الحديدي في كونا هاواي. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شارك مع نخبة من أبطال العالم، رغم حداثة المشاركات الخارجية إلا أن سموه تمكن من تحقيق المركز 27 على فئته العمرية بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 5 ساعات. لم تتوقف طموحات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ليشارك في بطولة الرجل الحديدي الكامل بولاية فلوريدا الأمريكية ويحقق المركز 18 على فئته العمرية. الإنجازات المتوالية في بطولة الترايثلون لم تتوقف، وهذه المرة في محطة أخرى في جنوب شرق آسيا وتحديداً بالفلبين، إذ حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المركز 3، كما ونثر سموه بجنوب أفريقيا إبداعاته المتميزة في رياضة الترايثلون عندما سطر أروع الإنجازات لتحقيقه المركز 6 على فئته. سيراكيوس والتألق في هنغاريا. وصل سمو الشيخ ناصر رحلة الحصاد المتميزة، وهذه المرة بولاية نيويورك بسباق سيراكيوس، حيث تمكن من تحقيق زمن قياسي في البطولة، وذلك بعد أن تجاوز السباق بزمن 4 ساعات و42 دقيقة، كما تمكن سموه من تحقيق المركز 8 في سباق هنغاريا.
سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لم يقبل بغير التميز نجاحا له في مسيرته الرياضية، ولكن هذه المرة كان السباق بطابع خليجي صحراوي، وتمكن سموه من إحراز المركز الأول. في تحدي البحرين تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من تحقيق المركز الرابع على المستوى العام للبطولة، حيث سجل زمنا جديد، كما وتمكنت مملكة البحرين من تنظيم البطولة بشكل رائع جدا. وفي عام 2018 وصل سموه مسيرة إنجازاته وتمكن من تحقيق المركز الأول خليجيا في دبي. وفي تكساس وصل سموه الإنجازات أيضا وحقق المركز الأول بزمن وقدره 9 ساعات و6 دقائق.